مرحبا بكم في قناة الساحة الرقمية العربية، آخر أخبار العملات الرقمية في مكان واحد. سنتعرف على النقاط التالية: ما هي لولو ماركت؟ ما هي ميزات لولو ماركت؟ ما هي لولو ماركت؟ هي لعبة ويب 3 مدفوعة بالمجتمع، تم إطلاقها بشكل عادل، تهدف إلى بناء تطبيق بلوكشين صحي ومستدام. إنه يدعم اقتصاداتنا الطبيعية من خلال ربط الجسور بين العالم الحقيقي والعالم الافتراضي. ما هي ميزات لولو ماركت؟ من خلال اللعب من أجل الربح وسك NFT في سوق لولو، يمكن للاعبين المشاركة في حوكمة داو والمشاركة في كسب الأرباح والحصول على سلاح حقيقية من سوق لولو. إنها لعبة على غرار الزراعة مليئة بالوظائف الرائعة التي تسمح للاعبين بتجربة آلية تداول السوق الحقيقية في ميتافيرس. في سوق لولو يمكن للاعبين أن يزرعوا ويجمعوا ويتاجروا من أجل الأرباح مثل اقتصادياتنا الحقيقية، باستثناء أننا أدخلناه في ميتافيرس، حيث يمكن للاعبين أن يتمتعوا بخبرة 100% في امتلاك وشراء وتداول المواد الخام التي يكسبونها في الألعاب والمساهمة في النظام البيئي. ولكن في نفس الوقت يمكن للاعبين تداول موادهم في اللعبة أو تبادل السلع المادية الحقيقية. نسعى لنقل آخر أخبار العملات الرقمية بدعمكم المستمر لنا. لطفاً لا تنسى الاشتراك بالقناة والضغط على زر الجرس.